لأن السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المتتبع الأوفي لقناة شوف تي في تحية لجميع المشاهدين والمتتبع الأوفي اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من مدينة العرائش. لأن مباشرة متتبعين الأوفياء من مدينة العرائش، نهاية عطلة سعيدة للجميع ويسعد الصباح جميع المشاهدين سواء من داخل أرض الوطن أو من خارجه. نتمنى أن الجميع يكون على ما يرام متتبعين الأوفياء. نتمنوا ان الجميع اكيد يكون على ما يرام. شنو رايكم بعد السقوطات المطريه اللي كتعرفها البوادي، واللي للاسف الشديد كاين في بعض القرى والبوادي كتقطع الطريق للاسف الشديد. شو المسؤول وفين هما المنتخبون اللي كيصوت عليهم ديك الناس؟ واش كيعقلوا عليهم او لا ما كيعقلوش عليهم؟ ناتي مرحبا بك، تحية جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا ومقدم يحيى تحياتي لكم. مرحبا جميع المشاهدين والمتابعين وفي اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري مباشرة من ساحة التسامح، الساحة الجميلة ساحة التسامح لمدينة العرائش. بومهدي تحياتي لكم، مرحبا بك خاي، وكنحيي جميع المشاهدين اللي كيشاهدونا سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه. نتمنى انكم تكونوا على ما يرام. خي محمد وعليكم السلام، تحياتي لك. عبد الله مساء الخير، مساء النور. الحمد لله الجو زوين اليوم. البارح كانت تساقطات مطريه في مدينه العرايش، كانت شطاحت ولكن الجو مزاول اليوم، يعني مشمس. واليوم الحد ان شاء الله اليوم الناس العريشيين او كاع الناس اللي عندهم الجو بحال هذا ان شاء الله غادي يخرجوا للطبيعه وغادي يخرجوا وليداتهم للمنتزهات باش يفوجوا ان شاء الله، مع العلم بان ان شاء الله غدا يوم اثنين العوده للدراسه. نهايه اسبوع موفقه لجميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي كيشاهدونا سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه. حي خي حسن هشام وحسان، تحياتي لك، مرحبا بكم، تحية لجميع المشاهدين الأوفياء لقناة شوف تي في اللي دائما كيواكبونا ودائما كيتواصلوا معنا. دانا متبعين الأوفياء، شنو نظركم أو في المعاناة اللي كيعانيوها الناس ديال البوادي للأسف الشديد، معاناة اللي كيعانيوها للأسف الشديد الناس البوادي خلال التساقطات المطريه. يعني ملي كطيح الشتا الناس البوادي كيعانيو، الصيف والشتا كما كنقولوا للاسف الشديد، ولكن ملي كطيح الشتا كتكون كثر الناس ديال البوادي كيعانيو من التساقطات المطريه وكذلك من الغيص او البرطيط اللي كتسبب للاسف عرقله ديال طربي من المانيا، تحياتي لك اخي، مرحبا بك، مرحبا بك اختي من فرنسا، تحياتي لك وتحيا الجالية المغربية مقيمة فرنسا ايطاليا المانيا. خي هشام مرحبا بك، الا بغيتي ديري شي حاجة مرحبا، بغيتي تعمل شي حاجة مرحبا. كما قلنا مرحبا بجميع المشاهدين سواء داخل ارض الوطن او من خارجه، راكم عزاز وغاليين اكيد متابعين اوفياء. شنو رايكم في المعاناة ديال ساكنة البوادي اللي كيعانيو في صمت للاسف الشديد؟ ساكنة البوادي اللي للاسف الشديد كيعانيو في صمت خلال التساقطات المطرية، مي كطيح الشتا هما كيعانيو، مي كطيح الشتا هما في المعاناة اليومية. بعض المرة أو بعض القرى للأسف الشديد النائية كتقطع الطريق، والطريق ما كتكونش للأسف الشديد، وكتعذر على الناس أنهم يوصلوا للمؤونة ديالهم، يوصلوا يتسخروا من الأسواق اللي قريبة اليوم للأسف الشديد. وشكون اللي كيتحمل المسؤولية في هاد الشي هذا؟ مع العلم بأن المنتخبون ما كيعقلوش عليهم للاسف الشديد. لنا تحيه لجميع المشاهدين اللي كما قلنا والمتابعين اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر الحصري
نتمنى أنكم تكونوا على ميرام متفين الأوفياء. إذا شنو رأيكم متفين الأوفياء في المعاناة ديال ساكنة القرى مع الغيث؟ مي كطيح هما كيعانيو مع الغيث والبرطيط كما قال أحد البرلمانيين. الغيث والبرطيط للأسف الشديد راه بحالو بحال الذهب. للأسف الشديد راك سعادة الرئيس النائب البرلماني راك معايش المعاناة ديالهم، حيت كنتي ساكن وسطهم وكنتي عايش معاهم كنتي تحس بالمعاناة والخطر ديال الغيث والبرطيط. وتعبير مجازي أكيد متابعين الأوفياء أنه مفهوم آخر أنه راه الذهب اللي كيطيح من السماء، أكيد أن الأمطار راه ذهب، ولكن للأسف المخلفات ديال الأمطار كيولي كارثة بكل المقاييس، كارثة بكل المقاييس للأسف الشديد. وهذا راجع لسوء تدبير ديال المسؤولين في البنية التحتية بالمدن أو القرى المغربية. إذن تحية لجميع المشاهدين والمتابعين الأوفياء اللي كيشاهدونا في هذا البث المباشر والحصري في هذا البث المباشر. كنتمنى أنكم تكونوا على ميرام متابعين الأوفياء، ما فيها باس تعطيونا اقتراحات ديالكم وتشاركونا. الموضوع هو المعاناة ديال ساكنة البوادي خلال أيام التساقطات المطرية، خلال أيام التساقطات المطرية. خديجة الله يعاونهم ويعاونهم، أكيد الله يكون معهم، الله يعاون ويعاونهم اكيد الله يكون معاهم. كما قلت متابعين الاوفياء التساقط الى التساقطات المطريه والناس كتعاني في الصمت، الناس كتعاني في الصمت للاسف الشديد. اذا كنحييكم، كنحيي جميع المشاهدين والمتابعين الاوفياء اللي كيشاهدونا سواء من داخل ارض الوطن او من خارجه. نتمنى ان الجميع يكون على ما يرام، وتحياتي للجميع.